اسم عبد الله سليم أمين أغا الحيالي الحسني من مواليد الموصل لسنة 1975. الولادة كانت في محلة أو منطقة باب البيض كما نسميها في مدينتنا، ومن ثم الانتقال إلى منطقة موصل الجديدة حيث كنت ولا زلت إلى هذه اللحظة في هذه المنطقة التي فيها أقاربنا وأحبابنا وأصدقائنا. البداية يعني من سن الدراسة الابتدائية نبدأ بإذن الله، داومت في مدرسة القدس للبنين القدس، وقضيت فيها سنوات مرحلة الدراسة الابتدائية، وفيها طبعا تفاصيل كثيرة، ومن ثم إلى مدرسة ابن الهيثم التي هي يعني مرحلة المتوسطة، وأيضا من بعد المتوسطة إلى الإعدادية، والإعدادية كانت في يعني مدرستين مهنيتين، الأولى هي مدرسة أو إعدادية الحدباء المهنية، ومن ثم إلى إعدادية الجزيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجارة لن تبور. علاقتي مع القرآن الكريم نشأت متأخرة طبعا، تقريبا سنة 97 98 يعني في هذه السنوات. فبيتنا قريب على جامع اليقظة الإسلامية، هذا الجامع الذي له ما له من بصمات في هذه المدينة، وله بصمات طيبة من خلال رجالاته ويعني خطبائه ومن التزم هذا الجامع في بداياته خصوصا، ومرورا إلى الوقت الذي يعني كنت أرتاد هذا الجامع فيه. حقيقة البداية كانت مع الشيخ عبد الله الصوفي، أوجه له التحية الطيبة، هو أحد أعضاء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الآن في الإمارات، كان هو من أول من التزمني ورعاني، ودرست على يديه
يعني كتاب هداية المستفيد، كتيب هداية المستفيد، وأخذت بعض يعني أنواع الأداء، ما نسميها الأنغام أو الرواحات، سميها ما شئت. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. درست أيضا على يعني بعد الشيخ درست على الشيخ إبراهيم المشداني، نسأل الباري عز وجل له الصحة والعافية فترة، ومن بعدها التزمني الشيخ محمد نوري المشهداني رحمة الله عليه، وكان له الفضل في منحي في تدريسي، ومن ثم منحي إجازة التلاوة برواية حفص عن عاصم. و يعني هذه الإجازة كانت بعد مدة ليست بالقليلة، لأن الغاية كانت هي ليست نيل الإجازة، وإنما هو التعلم يعني وكيفية التلاوة الصحيحة لكتاب الباري عز وجل، تلاوة متقنة. ويعني كان يحاسب رحمة الله عليه يعني ويشدد على طريقة التلاوة أن تكون واضحة المخارج من ناحية الحروف، مخارج الحروف والصفات وإلى آخره، من ناحية الابتداء الوقف إلى آخره. فيعني هذا كان آخر شيخ أخذت منه الإجازة الفعلية، يعني لأن لدي إجازات أخرى، ولكن إجازات إن صح التعبير إجازات فخرية أو شرفية أخذتها من يعني عدة مشايخ داخل العراق وخارج العراق. المفتاح الذي فتح لي باب المشاركات في المسابقات هي المسابقة الوطنية التي أقيمت في كركوك، وحصلت فيها على المرتبة الأولى، وقد أقامتها في حينها أمانة مجلس الوزراء، ومن بعدها ترشحت يعني إلى مسابقات وطنية. طبعا صاحب الفضل هنا في هذه المسابقة، لأن يعني يجب أن نذكر أهل الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم، الشيخ خير الدين علي الهادي، هو رجل من أهل القرآن من ناحية الموفقية، ورجل له مواقف طيبة جدا معي، فكان المفتاح هنا ورشحني للمسابقات الوطنية. فشاركت في مسابقات عديدة، في تنقلت فيها في محافظات عديدة في عراقنا الغالي، وحصلت في هذه المسابقات عبر سنوات على المراكز الأولى والمتقدمة بفضل الله عز وجل.
فالحمد لله كانت هذه البدايات أيضا لأتهيأ إلى المرحلة التي تليها وهي مرحلة المسابقات القرآنية الدولية. فهذه المرحلة كانت هي المقدمة التي من خلالها تم التعرف على العبد الفقير من الجهات التي لها علاقة بإرسال البعثات أو البعثات القرآنية أو القراء إلى المسابقات خارج القطر. فالحمد لله تم ترشيحي في أول مسابقة إلى الهند سنة 2009، وكانت هذه بداية الانطلاقة إلى المسابقات الدولية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة شاركنا في مسابقة الهند، وكان فيها عدد كبير يعني من القراء من عدة دول، وكانت المسابقة في مدينة تسمى بوبال، تبعد 700 كيلو جنوب دلهي. المسابقة قيمت في وسط المدينة في ساحة يسموها ميدان إقبال، وهي يعني تيمنا بشاعر محمد إقبال. يحضر جمهور، لأن المنطقة ساحة وسط المدينة، فالجمهور الذي يحضر من نساء ورجال يعني يقارب 10,000 شخص تقريبا. وشاركنا والحمد لله يعني بفضل الباري عز وجل بعد المرحلة الأولى تهيئنا إلى الفينال أو الفاينال كما يسموه، و يعني حصلت على المرتبة الأولى في تلك المسابقة، وكان متواصل معي في حينها للأمانة. بعد هذه المسابقة كان هنالك أيضا مسابقة أخرى، وهي مسابقة ماليزيا. مسابقة ماليزيا طبعا من المسابقات الدولية يعني الكبيرة والقديمة، يعني أكثر من 50 سنة الآن عمر مسابقة ماليزيا أو أكثر. فهذه المسابقة كانت مهمة جدا بالنسبة لي، يعني تضاف إلى الأرشيف كقارئ، أي قارئ يعني يحب أن يكون لديه أرشيف غني ب يعني المحافل القرآنية والمسابقات القرآنية. فهذه المسابقة كانت يعني مسابقة فيها نقطة تحول في قضية ونوعية الأداء بالنسبة لي كيعني قارئ. فبعد الانتهاء من هذه المسابقة رجعت، وبعدها بسنتين رشحت إلى أيضا مسابقة كبيرة، والتي هي في كانت تقام في إيران، أيضا من المسابقات الكبيرة والتي حضر فيها يعني كم
كبير من القضاة من عدة دول، والحمد لله يعني أحرزت أيضا فيها على مرتبة طيبة. وبعدها يعني ما حضرت مسابقات، ولكن حضرت محافل قرآنية. فهذه المحافل القرآنية بدت من 2014 إلى تقريبا 2020 كان آخر محفل، أو وليس بمحفل وإنما كان للتحكيم، يعني ذهبت في التحكيم في أفغانستان. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر أعتز بأن لدي أصدقاء كثر، أحباب كثر، لكن من ضمن هؤلاء الأشخاص رجل اسمه رائد العبيدي، ولديه ابن قبل سنوات كان يعني عمره صغير، عرض هذه الإمكانية علي وقال لي أتمنى أن تلتزم هذه الإمكانية. فكان الطفل الموهوب بلال رائد الدباغ الذي هو الآن ما شاء الله فتى شاب، الذي حصل على مراكز بفضل الله أولى في مسابقات دولية في الأذان والتلاوة. وكان آخر سفر لي وأول سفر لبلال هو قبل فترة قريبة جدا في الجزائر، مسابقة مزامير داود. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مسابقة مزامير داود التي تعرفنا فيها أيضا على نخبة رائعة جدا من الأحباب، وعلى رأسهم الشيخ أحمد المعصراوي الذي هو كان يعني شيخ حموم المقارئ المصرية، والشيخ كمال قدة الجزائري. وتعرفنا أيضا على مجموعة رائعة من الأحباب هناك، يعني هذا البلد الذي يعني أول مرة أزور هذا البلد، والله يعني كن على ثقة بأنه حتى الصيدلي صاحب المطعم صاحب الأجرة لا يقبل بأن
يأخذ ثمن يعني العلاج أو الطعام أو الأجرة لسببين. الأول أننا من أهل العراق، أو السبب الأول هو لحضورنا في المسابقة القرآنية لأجل القرآن، والسبب الثاني لأنه إحنا من أهل العراق، يحبون أهل العراق حب عجيب هذا البلد. هذا الذي يعني استعرضته لكم هو مقتطفات من حياتي مع القرآن الكريم. كما قال عليه الصلاة والسلام يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والأحاديث في فضل القرآن الكريم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وحتى في القرآن الكريم نفسه آيات عظيمة حول القرآن وتلاوة القرآن وأهل القرآن. يكفي قول البارئ عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيد إلى آخر الآيات. فضل عظيم جدا. عليه الصلاة والسلام يقول أشراف أمتي حملت القرآن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين أيضا قال عنهم عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والله لما أشوف الفرح خصوصا في يعني بعض الدول اللي يعني على سبيل المثال في الهند أو في أفغانستان أو في هذه الدول المحبة واليعني التي يعني فعلا تخدم القرآن الكريم بكل ما فيه تلاوة علما تفسيرا إلى آخره حفظا، يعني تشوف الاحتفال كون أنه عربي والله كلهم أصغرهم أحسن مننا، ولكن هذه نظرتهم يعني أنه العرب هم أهل القرآن، هم الذي نزل عليهم القرآن، هم أهل اللغة العربية. يعني والله على قولة ربعنا يشيلونا بالصلوات لما نروح هناك. ختاما أشكر هذه القناة الكريمة على هذه الاستضافة الكريمة، وبإذن الله تعالى نعدكم أن نكون معكم وعند حسن ظنكم بعد حسن ظن الله بنا، ونلقاكم في إن شاء الله لقاءات أخرى. ختاما لا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.